الأمة، ألم نقرأ؟ ألم نسمع؟ ألم نعدد ونحفظ مقالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ نعم، سمعنا ونحفظ ونقرأ، إنما المبادرة إلى ذلك ضعيفة، إنما العمل من أجل ذلك ضعيف. قد يعمل الإنسان على صعيده الشخصي إلى ما شاء الله، علانية سرا إلى ما شاء الله، لكن عندما يصل إلى العمل الاجتماعي هنالك نوع من التقاعس، هنالك نوع من التقهقر، هنالك نوع من التقصير، وهذا أهم أسباب تخلف المجتمعات الإسلامية. المجتمع وكل مجتمع حينما يتقدم ويريد التقدم ويحب أن يتقدم هنالك دواعي تستدعيه للتقدم. من هذه الدواعي داعي العلم والمعرفة، فكل مجتمع فيه شريحة متعلمة مثقفة فاهمة ترغب بأن المجتمع يعلو، ترغب بأن هذا المجتمع الذي أنجب هذه الشريحة المثقفة والفاهمة والواعية، هنالك من يتابع، هنالك من يقرأ، هنالك من يفكر بأبنائنا وذرياتنا ومجتمعنا، خاصة نحن أتباع أهل البيت الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي، هنالك من شخصياتنا وأفراد مجتمعنا من يفكر بعيدا. أين سنصبح؟ لا سيما جيلنا الثاني، ولا أقول جيلنا الأول، لا سيما جيلنا وعلى الخصوص جيلنا الثالث، إلى أين سيذهب؟ هنالك دواعي تستدعي إلى التفكير، من هذا داعي العلم والمعرفة. هؤلاء الذين يفكرون هذا النمط من التفكير لا بد من دعمهم ومساندتهم والمشي إن لم نقل خلفهم بمحاذاتهم على الأقل. هنالك داعي ليس فقط علمي، داعي قيمي. ليس كل الناس علماء وكل الناس مثقفون، لكن كثير من الناس، شريحة كبيرة من الناس لديها قيم، لديها أعراف وتقاليد نبيلة، لديها حس حب الخير، حب الخير للمجتمع، حب الخير لأبنائنا، حب التقدم لمجتمعنا. هذه أيضا نقطة إيجابية لا بد من الاستفادة منها. وهنالك الجانب المصلحي الذي لا يختلف عليه اثنان، إن كان ليس كل واحد منا يدرك ما يدركه العالم والعارف والمثقف، إن كان كل واحد منا يستشعر القيمة الاجتماعية والأعراف والتقاليد النبيلة التي يجب أن نحافظ عليها وننقلها إلى جيلنا الثاني والثالث، هنالك من يستشعر 100% من سائر أفراد المجتمع دون ما استثناء الجانب المصلحي. فأين مصلحتنا كمجتمع نعيش ضمن مجتمع كبير فيه طيف من التعددية القومية والإثنية والدينية؟ لا بد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في هذا البلد وفي كل البلدان التي نعيش فيها. إخوتي أخواتي، أنا أستثمر هذا الحضور وهذه الوجوه الطيبة وأرى فيها الكثير من الفعاليات والأخوة والأخوات الذين لديهم باع في خدمة المجتمع لمتابعة هذه الأمور ومساندة بعضنا البعض للانتقال بمجتمعنا إلى ما هو أفضل، إلى ما يريده الأئمة عليهم السلام منا، إلى ما يتوقعه وينتظره، يتوقعه وينتظره الإمام المهدي سلام الله عليه منا جميعا. هذا الجانب المصلحي كلنا نشترك فيه، فإن كان واحد من الأبناء مجتمعنا ارتفع نجمه وسطع فصار قاضيا، صار عضوا في مجلس مهم سياسيا أو علميا أو اجتماعيا، أصبح مبتكرا مخترعا، أصبح معطاء يشاع إليه بالبنان، إنه من دواعي السرور أن نائب رئيس شركة مايكروسوفت يكون شيعيا إماميا 12. كلنا حينما نسمع بذلك نستشعر بالزهو والفخر والإعزاز. هذا جانب قيمي وجانب مصلحي. كلنا نستشعر فرحا وزهوا وافتخارا حينما نرى أن مسلما يدخل في المجلس
النيابي العام الفيدرالي الكونغرس، وهكذا في مواقع علمية ومواقع تجارية ومواقع حساسة، حينما نرى لأبناء مجتمعنا أن ينهضوا ويصلوا إلى تلك الدرجات وإلى تلك المواقع. والعكس صحيح، نستشعر بالذل والهوان حينما نكون شريحة اجتماعية متأخرة. ليس فينا أو إذا خرج واحد منا أو واحدة منا بموقع سافل، بموقع منحط، باسم لا يليق بإسلامنا ولا يليق بمذهبنا، هذا مما ترفضه النفوس وتمجه، لا نقبل بذلك. هنالك دواعي وقيم، وهذه القيمة الثالثة أؤكد عليها لأنها تمس الجميع، القيمة المصلحية. لا بد إذن من وضع اليد باليد وعدم البدء من جديد في كل مشروع. لا بد من دعم مشروع المشروع آخر، لا بد من دعم حركة لحركة أخرى، لا بد من دعم رأي لرأي آخر، وإلا لا يستطيع ولا فرد واحد ولا مؤسسة واحدة ولا مركز واحد في هذا العالم الذي يتكاتف الجميع فيه من أجل المنجزات أن نستطيع أن ننجز شيئا. هذا التعاون مطلوب من الجميع، ويد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة فيما إذا كنا نطمح إلى مجتمع راق ومتحضر يرفع لواء أهل البيت خفاقا عاليا في هذه البلاد. إنه من الخطأ، وأختم، إنه من الخطأ أن يعتبر البعض منا جهلا أو غفلة أننا ضيوف في هذه البلاد، فيبقى ويعيش وينجب وتصبح عنده عائلة كبيرة وأحفاد، وبعده جسمه هنا وعقله هناك خارج الحدود. الإسلام اليوم أيها الأحبة لا ينحصر في بلد معين فنقول هذا بلد إسلامي وهذا بلد غير إسلامي. الإسلام لا يتحدد بجغرافيا. اليوم في هذا القرن ليس لدينا بلدان إسلامية وليس لدينا بلدان غير إسلامية. الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، هو المتمم لكل الأديان السماوية، وهو يدخل في كل البلدان وفي كل الضياع وفي كل المحافظات وفي كل البيوت دون ما استثناء. وهذا اليوم وهذا العصر عصرنا، هذا عصر إمام صاحب العصر والزمان، هذا عصر المسؤولية، عصرنا جميعا. ومن الأولويات فقط على نحو الإشارة أن يكون لنا صوت في هذه المجتمعات، ومن الأولويات أن نفكر كيف نبني لأبنائنا وجيلنا الثالث على الخصوص، ولا سيما موضوع المشاركة في الانتخابات. لا نقول نحن أقلية، نحن لسنا أقلية. الذي يفكر بمنطق الأقلية تلقائيا ونفسيا يعزل نفسه عن المجتمع. ذهب ذلك الزمان الذي نقول فيه نحن أقلية. اليوم الصوت الواحد يغير معادلة، صوت عشرة يغير معادلة، صوت مئة يغير معادلة، وصوت ألف ولدينا آلاف لكنها تحتاج إلى من يحركها، وتحتاج أن تفتح القرآن وتقرأ يدخلون الجنة بما كانوا يعملون حتى يتحركون. حينما نبتعد عن القرآن تكون هممنا ضعيفة، ولا نمارس عملنا الاجتماعي، ولا نمارس عملنا الديني، ولا نمارس مسؤوليتنا التي خلقنا الله سبحانه وتعالى بل أوجدنا في هذه المناطق من أجلها. حين ذلك سنرى لنفسنا ولمجتمعنا قيمة أخرى. ما الجدوى من الانتخابات؟ هذا لوقته حديث يتخصص فيه أو يتحدث فيه المتخصصون. هنالك فوائد لمن يشارك بالانتخابات، ويمكن متابعتها وسؤال أهل الاختصاص بها، لأنني لا أريد أن أتطرق إليها والوقت أصبح أكثر من اللازم، وقد طلب إلي الحاج حسن أن أتكلم بحدود العشر دقائق أو نيف، فأترك الوقت وأترك الحديث إلى إخوتي وأعزتي ليتناولوا ما يناسب. والمناسبة وذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، والله الله في مجتمعنا، والله الله في ديننا ومذهبنا، ويد الله مع الجماعة،
ونلتقي وإياكم في مناسبات أخرى نقدم فيها التقدير والثناء والشكر لكل العاملين وكل الذين يعملون من أجل إنجاح هذا المجتمع. وعلى الخصوص في هذا المجلس أشكر السيد نجاح الحسيني الذي استمعت إليه في أكثر من محاضرة يحث المجتمع على ذلك، فلله أجره، فلله دمه وعليه أجره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من أعاد الفاتحة إلى أمواتنا وأموات العاملين في سبيل الإسلام والمسلمين وأموات علمائنا الأعلام، وإلى صاحب المناسبة المرحوم المغفور له خادم أبي عبد الله الحسين السيد محمد الرضا الحسيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الصغيرة الذي يعانون فيها أتباع أهل البيت أشد العذاب والتنكيل، فنرفع لنا نرفع من هنا دعاءنا لهم إن شاء الله بالفرج، الله يفرج عنهم إن شاء الله. إن شاء الله سنبدأ بالمجلس. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله جمعية المبرات الخيرية غنية عن التعريف، فهذه المبرات التي رعاها آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه مليئة بالخير والعطاء والعمل، هي أسست من أجل الإنسانية التي لا تكبر إلا عندما تمتلئ بمحبة الله ومحبة الإنسان، علما وسيدا وعاملا وخادما في هذه المؤسسة سماحة السيد باقر الموسوي، نستقبله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك سيدي يا أبا محمد الحسن المجتبى، يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. الله كم حل البقيع حبيب ففؤاد من يهوى به مشبوب، لمن سئذ وقف الحسين مؤبنا ينفيها أخاه ودمعه مسكوب، نادى ولوعت الجبال نداؤه، أضحت له شم الجبال تذوب، تطيب محاك
وخدك معفور وأنت سليم غريب وأطراف البيوت تحوطه على كل ما تحت التراب غريب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، كيف لي بالحديث عن إمام معصوم كالإمام سلام الله عليه الذي تحدث عنه القرآن في مواطن عديدة، ومنها تلك الآية المباركة آية التطهير، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتلك الآية التي تقول إن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا يا رسول الله من قرباك؟ قال علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الحسن المجتبى تلك الشخصية العظيمة، وما لي وكيف أن أتحدث بهذا الوقت القصير الذي في كل موقف في كل سلوك من الإمام الحسن يحتاج إليه الوقوف كثيرا. الإمام الحسن المجتبى كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له أشبهت خلقي وخلقي، فكان مثالا ومصداقا واضحا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معالم شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه واسعة، ولكن تعال إلى ذلك المعلم العظيم وهو سعة الصدر، معلم التسامح في شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. لما يأتي ذلك الرجل الذي كان معبئا بالحقد على علي وأهل البيت سلام الله عليهم، ويسأل وهو يسير في طريقه من هذا، وهو يشير إلى الإمام الحسن بن علي سلام الله عليهم أجمعين، فعرف أنه الحسن بن علي، فأخذ يسب الإمام سلام الله عليه ويسب الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فلما سمعه الإمام الحسن سلام الله عليه كان مبتسما في وجهه، فقال له إن كنت محتاجا لشيء فنحن سنقضي حاجتك. ثم بعدها لما سمع كلام الإمام الحسن المجتبى أخذه الإمام إلى بيته وقدم له ما يشاء في بيته، بقي 3 أيام في بيته، ورأى ذلك الخلق النبوي، ذلك الخلق الحسني الذي يتجسد في شخص الإمام سلام الله عليه، فيقول
دخلت إلى المدينة وكان أعدى الناس إلي هو أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليه، ولما شاهد تسامح الإمام الحسن سعة صدر الإمام الحسن يقول خرجت من المدينة وأنا أحب أمير المؤمنين والحسن سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الخلق الحسني الذي جعل من هذا العدو اللدود لأهل البيت محبا وصديقا إلى الإمام سلام الله عليه، ما أحوجنا إلى أخلاقك سيدي يا أبا محمد في هذه الليلة التي نعيش بها ذكرى شهادتك وآلامك وظلماتك. الإمام سلام الله عليه عاش آلاما في حياته، عاش ظلامات كثيرة في حياته على مستوى الفكر، هذا يحتاج إلى أن نبسط به الحديث. ظلم الإمام سلام الله عليه ظلامات عديدة وكثيرة، ولكن الإمام سلام الله عليه وهو الذي نعيش في ذكراه في هذه الليلة ترك تلك المواعظ العظيمة الذي كان يذكر بها وهو في أواخر لحظات حياته، تلك الرواية التي تقول وهو يخاطب جناده: يا جناد استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. واعلم أن الإنسان في مضمون كلامه في كل يوم يمر على الإنسان هو نقص من عمر الإنسان منذ سقط هذا الإنسان من بطن أمه. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يذكرنا بحقيقة الموت وهو الإمام المعصوم، حتى تذكر الرواية التي ذكرها الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه وهو يذكر أوصاف الحسن المجتبى، يقول: إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى. سلام الله عليك سيدي يا أبا محمد، إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى. نعم فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سيدي يا أبا محمد.